طيب بمناسبة التاريخ، أنت معايا إن لو إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة، لو كارلوس كيروش قدر إن هو يصنع المعجزة ونتأهل تاني كأس عالم على التوالي بعد 2018، رغم إن هو بقاله 6 شهور بس، وده إنجاز يحسب ليه، يعني أنا تضم، يعني معلش، يعني هل تؤيدني بالفكرة دي إن الراجل ده فعلا فعلا يستحق الثناء والشكر، والراجل ده يتعمل له تمثال في 6 شهور يوصل لكأس عالم؟ الراجل بلا شك، خلينا اقول بقى يعني قبل المباراه، هو الراجل بلا شك هو جه يوم 8 سبتمبر تولى المهمه، مظبوط، واخد بالك؟ ف 8 سبتمبر نجح من خلال 19 مباراه، هو لعب معانا 19 مباراه حتى الان، والمباراه بتاعه بكره ان شاء الله هي المباراه رقم 20. نجح ان هو يوصلنا الى نهائي بطوله امم الافريقيه، حقيقي. نجح ان هو يقدم وجوه جديده للمنتخب، لم نكن يعني نضعها في الحسبان، ولم يكن احد يستخدمها غيره، خلينا نكون واقعيين، مظبوط، سواء عمر مرموش، محمد عبد المنعم، ناس كثيره مش عايز اعد الاسماء، اكيد، تمام. كون ان احنا نصل الى المرحله النهائيه، وكون ان احنا الفريق الوحيد اللي من المستوى الثاني اللي يفوز على ملعبه في مباراه الذهاب، وان هو يحقق فوز على منتخب السنغال المصنف الاول افريقيا، الكلام دوت في كره القدم ليس بالسهل وباليسير. الراجل عنده خبرات كبيره، صعد قبل كده 4 مرات الى كاس العالم مع 3 منتخبات، مظبوط، وربما هو المدير الفني الوحيد تقريبا في العالم اللي عمل الانجاز دوت. الراجل بيحاول ان هو زي ما انت قلت وتفضلت يا استاذ عمرو، بيحاول ان هو يعمل المعجزه. في ناس كتير هو قال سحر كره القدم، المعجزات دي بيد ربنا، هو قال كده النهارده في المؤتمر الصحفي، راجل ذكي جدا يعني، وهو يقصد هو بيلعبهم وبيحاول ان هو يضغط عليهم، هو بيكلمهم صح بلغه هتأثر فيهم نفسيا ومعنويا، لان منتخب السنغال والجماهير السنغالية بتقول ان احنا لعبنا قدام المنتخب المصري 220 دقيقة لم نسجل اهداف، رغم امتلاكنا لنجوم كبيرة جدا جدا. كل دي عوامل ضغط، اكيد كده. كارلوس كروش من اذكى الشخصيات ومدير فني محترف بالفعل.